جم العلماء recording. قالوا جم العلماء قالوا لا، احنا مش عايزين نسيب الامور كده، احنا عايزين نحط حاجه اسمها الجروث شارتس. يا ترى ايه الجروث شارت دي؟ جم مثلا الولايات المتحده الامريكيه عملت الجروث شارت في ليها لاطفالها، جم بريطانيا او انجلترا عملت جروث شارت ليها، ان هم بييجوا يقيسوا اطوال واوزان ومعامل كتله الجسم لكل الاطفال اللي هم في المرحله العمريه مثلا من سن 10 ل 12 سنه، ويعملوا جروث شارت خاص بهذه الاطفال، بحيث ان انا اقدر ابص على الجروث شارت واعمل حاجه اسمها البرسنتايل، واقارن الطفل اللي عندي اللي انا بعمل له اسيسمنت مقارنه بالطفل اللي هو according to the growth chart اللي هي standardized. تمام. The body mass index is a measure of weight adjusted for height, a number that واحنا قلنا طريقة الحساب ازاي compares an individual's weight to height. It is calculated as weight in kilograms divided by the square of height in meter اللي هو بيسموه body mass index. يبقى قلنا بتجيب الوزن الweight in kilogram وبقسمه على height square. It is an indirect measure, a screening test for body fatness. ليه الكلام ده؟ الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه مهم جدا. عندنا واحد لاعب كمال اجسام او بادي بيلدر ارنولد شوازينجر بعضلاته وكلام من كده، فهو وزنه 140 كيلو وطوله 170 سنتي. طيب انا شخص عادي مش لاعب كمال اجسام ولا حاجه، فانا وزني برضه 140 كيلو وطوله 170 سنتي، هل ده زي ده؟ لا طبعا. هنا انا بالنسبه لي انا راجل اوبيز، وزني زايد عن الحد. ليه؟ لان انت لو جيت عملت لي ميجرمنت، هو البودي ماس اندكس بيدي انطباع عام عن الوزن، لكن هو ما بيقيس نسبه الدهون او نسبه الفات اللي موجوده في الجسم نفسه، لكن هناك قياسات اخرى البايو الكتريكال امبيدنس والحاجات، لان انا الدكتوراه بتاعتي كانت في الاوبستي من انجلترا، فعشان كده في التشايلد هود اوبستي، فده كان شغلي يعني. فبالتالي هناك قياسات اخرى اقدر احدد بها نسبه الفات، اكيد نسبه الفات اللي عندي اعلى بكتير من نسبه الفات اللي موجوده عند ارنولد شوازينجر. امال هو ارنولد شوازينجر معظم اللي موجود عنده ايه؟ موجود عنده عضلات، لين بادي ماس ماسل، كويس. فبالتالي هو لا يعتبر اوبيس، هو مش سمين ولا حاجه، رغم ان احنا وزننا واحد وطولنا واحد. فاذا البودي ماس اندكس هو بيدي رف استيميت، يعني بيديني انطباع عن الشخص ده، هل هو في سمنه ما في سمنه، انطباع. لكن في معظم الحالات هو انطباع بسيط وانطباع سهل، لان مش كل الاشخاص اقدر احلل لهم كتله الجسم واقدر اقول مكونات الجسم ايه وكلام من كده. طيب use of body mass index in children and adolescents، وده بيقول لنا ان برضو الادلت في اختلاف شويه، بنقول غير الاطفال. The body mass index is used to assess weight status in children and adolescents as well as adults. But whereas in adults the body mass index cut points that define obesity and overweight are not linked to age and don't differ from males and females, in growing children the body mass index مختلف مع الايج والسكس. يعني اذا كان البودي ماس اندكس في الادلت انا خلاص بقول بودي ماس اندكس مقفوله كده، في الاطفال لا، في الاطفال عندي حاجه اسمها البرسنتايل شارتس او البودي ماس اندكس شارتس فور ايج اند 6. يعني ان شاء الله هنشرحها باذن الله في محاضره اخرى، وهتلاقوا ان هناك شارتس مختلفه اكوردنج تو الايج واكوردنج تو 6، الميل غير الفيميل او البويز غير الجيرلز. از ا ريزلت فور بودي ماس اندكس تو بي مينينج فول in children، يعني حاجة قيمة أو رقم معين يمكن تفسيره، it must be compared to a reference standard that accounts for child age and sex. The body mass index for age percentile, it is a measure of relative weight adjusted for child age and sex. Given a child age 6 and body mass index and an appropriate reference standard, الريفرنس اللي هو بنقول البوبيوليشن. لو أنا جيت عملت الأطفال المصريين على مستوى مصر مسح لاطوالهم واوزانهم وعملت شارتس، اقدر بقى اقارن بينهم. A body mass index for age percentile can be determined، اقدر اعرف. In clinical practice, body mass index for age growth charts can be used to determine a child's body mass index for age percentile and to track relative weight status throughout. اقدر اقارن واقول الطفل عنده زياده في الوزن، هل هناك سمنه مفرطه، سمنه عاديه. تمام.
واي احنا بنقول عندنا هيبقى عندنا حاجه اسمها الكات اوفس، حاجه اسمها ال 85th percentile او 95th percentile، والكلام ده هنشرحه في محاضره اخرى ان شاء الله. واي يوز بودي ماس اندكس فور ايج، normal levels of fatness change with child growth and by including all these variables الويت والهايت والايج، عندما ننمو تختلف كتله الفات في جسمنا والاديبوز تيشو، وتختلف ما بين الجيرلز والبويز، عندما ينمو الادولسنت في مرحله المفروض ان هو نسبه الفات تبتدي تقل عنده، المفروض ان هو تزيد عنده نسبه العضلات. الجيرلز الموضوع بيختلف شويه، نسبه الفات بتكون اعلى ونمو العضلات بيقف عند قدر معين، فهناك اختلافات في هذا الامر. Body mass index can account for these natural changes. Weight status, a category according to the percentile range, weight status category. The underweight, احنا عندنا حاجة اسمها cut offs. Less than fifth percentile, يعني الطفل ده لو انا قارنته بالبوبوليشن او الشرط اللي انا بستخدمه، هو وزنه اقل من يعني خمسة، يعني هو في الكاتيجوري الصغيرة او في الوزن 5% من مقارنة يعني بالبوبوليشن دي كلها، يعني وزنه قليل جدا. الهيلثي ويت من ال 5th percentile to less than 85th percentile. الاوفر ويت زيادة في الوزن من 85th to 95th percentile. والكات اوفس او الارقام دي محتاجين ان احنا نعرفها ونفرقها. الاوبيز اللي هو ايكوال تو جريتر ذان 95th percentile، يعني انا لو قلت مصر فيها سن من 10 ل 12 سنه فيها 10 مليون طفل في هذا الوزن، هلاقي ان والطفل ده مثلا جيت قست وزنه طلع 120 كيلو، هلاقي ان اقل من 5% من الاطفال في جمهوريه مصر العربيه في الوزن ده، في الوزن الرهيب ده. يبقى ده اللي هو عشان كده انا قلت عليه ان هو اوبيز. ليه؟ لان انا قلت ايكوال اور جريتر ذان 95th percentile. طيب البادي ماس اندكس فور ايج برسنتايل الويت ستاتس كاتيجوري اكوردنج تو، تاني هو نفس الجدول اللي فات، ولكن وقلت بنكرره ليه؟ بنكرره ان احنا محتاجين نركز عليه ونعرفه. ادي تاني الشارت اللي انا بكلمكم عليه. لو انا بصيت هنا على الشارت ادي البادي ماس اندكس، لو بصيت هنا على الايج الاقي هنا اليرز كويس، يا الاقي هنا ال6 مكتوب ان ده بويز، مكتوب ان ده بيستخدم للاطفال من سن 22 سنه. تو كالكوليت البادي ماس اندكس كاتب لك هنا الكاتيجوري، ده السي دي سي شارت ده الامريكي اللي هو سنتر فور ديسيز كنترول بتاع امريكا، وكاتب لك ادي البرسنتايل كويس، وادي الكيرف، ادي الثيرد برسنتايل الفيفث برسنتايل التنث. فانا باجي بجيب عمر التشايلد مثلا 4 سنين كويس، والبادي ماس اندكس بتاعه 20، اروح حاطط نقطه هنا. ايه ده؟ ده اباف ال 95 برسنتايل، يبقى الشايل ده اوبيز. طيب سن 4 سنين كويس، ولقيت وزنه كام هنا؟ لقيته هنا تمام بالمنظر ده، يا ترى ده ايه؟ ده عند ال 9 برسنتايل، يبقى ده اوفر ويت، وهكذا تمام. يبقى 4 ييرز مثلا 16 كيلو جرام، اعطينا مثال واحد عنده 4 ييرز وزنه 16 كيلو جرام، طب يقع فين؟ يقع هنا. طب ده يقع على ايه ده؟ يقع على خط الايه؟ ال 10th برسنتايل، يبقى ده يعتبر وزنه كويس. كويس؟ ماشي؟ او ادي بودي 4 ييرز 16 كيلو جرام، طوله 100 سنتي، اللي هو ما انا بقول بحول بالسنتي لمتر اللي هو 1 متر، فالبادي ماس اندكس او الويت ان كيلو جرام على البودي يبقى 16 على 1 يبقى 16، يبقى البودي ماس اندكس بتاعه 16، اخد السن مع البادي ماس اندكس بتاعه واروح حاطه على الشارت هنا، يقول لي الشال ده اندر ويت، نورمال ويت، اوفر ويت، ولا اوبيز. تمام. طيب لكن الادلت بيختلف، الادلت ما عندهمش شارت زي دي. في الادلت انا عندي كات اوفس، لو لقيت ان هو البودي ماس اندكس اقل من 18.5 معناه ان اندر ويت، وزن حد نحيف قوي. نورمال ويت من 18.5 ل 24.9، الاوفر ويت من 25 ل 29.9، الاوبيز او الاباف من ايه؟ اباف ال 30. حتى الاوبيستي ليها كاتيجوريز، في اوبيستي جريد 1 اللي هي من 30 لحد 34.9، من 35 ل 39.9 اوبيستي جريد 2، بعد كده فوق ال 40 بودي ماس اندكس، ده اللي هم الموربيد اوبيستي. بشكركم جدا على حضوركم المحاضره،
ان شاء الله باذن الله انا هبعتها للكليه بحيث ان هم برضو يرفعوها ان شاء الله على البلاك بورد، بحيث تبقى متاحه ليكم لمشاهدتها تاني وللزملاء اللي هم ما حضروش. وان شاء الله هيبقى ميعادنا دايما يوم الثلاث، محاضرتنا من الساعه 1 للساعه 2، وانا مع تواصل معاكم على الواتس بحيث ان انا اعرف حضوركم والامور وكده. وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم.